في الحرب العالمية الأولى، كل الدول كانت تحارب ضد دول أخرى ولأهداف خاصة بها ما عدا العرب. العرب هم الشعب الوحيد الذي كان يحارب على كل الجبهات، بل ويحارب بعضه بعضاً ولأهداف تتعلق بالدول التي تحتله وتستعمره. لم يكن العرب طرفاً سياسياً في الحرب، ويمكن القول لم يكن لهم في الحرب ناقة ولا جمل، لكنهم حاربوا على كل الجبهات. عرب إلى جانب الدولة العثمانية، عرب في صفوف القوات الفرنسية، عرب في مقدمة الجيوش البريطانية، وعرب إلى جانب الألمان، وحتى كان العرب موجودين في أصغر الجيوش المحاربة. بعض المؤرخين يعيد السبب لرغبتهم في الاستقلال دون أن تفهم كيف يمكن أن يستقل جزء عربي عبر مساعدته في احتلال جزء عربي آخر، وبعضهم يعيد الأمر إلى القسرية، أي أن العرب أجبروا على المشاركة، وهذا تنفيه وقائع بطولات العرب في قتالهم للعرب الآخرين. وبعض المؤرخين يعيد الأمر إلى قابلية العرب للعمل كمرتزقة، وقد يكون في ذلك شيء من التجني. كيف يمكن فهم مشاركة العرب واستماتة مقاتليهم في حرب ليست لهم ولأهداف تعاكس مصالحهم؟ وللإنصاف، لا يقتصر الأمر على قتال العرب بعضهم بعضاً، بل لقد استبسلوا على الجبهات الأخرى، وثمة معارك عديدة بين الألمان والفرنسيين كان العدد الأكبر للقتل فيها من المقاتلين العرب على الجبهتين. وإن كان الأتراك مثلاً يعترفون بوجود القتلى عرب في مقابر معركة جناق قلع، فقد دفن مئات آلاف القتلى في مقابر أوروبية تحت مسمى مجهول الهوية، ناهيك عمن لم يجدوا لهم قبراً على الإطلاق. ومهما كانت أسباب مشاركة المقاتلين العرب في معارك الآخرين، فالمؤكد أن أقصى ما حصلوا عليه قبور موزعة في أصقاع الدنيا، لكنها قبور بلا شواهد، لا أحد يعرفها ولا يزورها أحد. مش دايماً الحق عقلياً.